بنبتدي دايما بان شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدا وجودنا بالحب، فالنفخه من روح الله لتهب ادم الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. كنا بدانا الكلام على مدرسه الجيشتالت للعلاج النفسي، وكنا بداناه بالكلام على علم نفس الجيشتالت، فاكرين؟ وقلنا ان الراجل ده مش هو اللي عمل علم نفس الجيشتالت، هو اللي عمل العلاج الجيشتالت النفسي، لكن مش علم النفس. علم النفس وضعوه ناس تانيين قلت لكم عليهم المره اللي فاتت. الراجل ده زي ما قلت اسمه فريدريك بيرلز، اتولد في المانيا ومات سنه 70 في القرن اللي فات، طبيب نفسي ومعالج، لان في عندنا سايكولوجيست زي اليس، فاكرين اليس بتاع المره اللي فاتت؟ ده ايه؟ سايكولوجيست، لكن ده طبيب نفسي وفي نفس الوقت سايكوثيرابيست. هو اللي وضع مصطلح علاج الجيشتالت النفسي. اتكلمنا على ما هو الجيشتالت، وقلنا ان هو عباره عن الرؤيه الكليه اللي احنا بندرك بيها مجموع الاشياء اكتر من مكوناتها. وهفكركم بيها اكتر اهو، انه في عندنا حاجتين، في علم نفس الجيشتالت واللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وفي علاج الجيشتالت الايه؟ النفسي. ايه هو علم نفس الجيشتالت؟ ببساطة شديدة جدا وفي كلمتين بدل المحاضرة اللي فاتت كلها، هما كلمتين اهم، ان الكل مختلف عن مجموع الايه؟ فلما نحط 12 خط في شكل معين بشكل مفركش ما تديش حاجة، لكن لما نحطها في شكل مترتب تدي مكعب. ادي ال 12 خط هم مش مديين معنى لانهم محطوطين ايه؟ مفركشين، لكن هما لما يترتبوا يدونا الايه؟ شايفين شكل المكعب الجميل ده؟ مختلف خالص عن ال 12 خط المفركشين. مع ان احنا ادركنا دول وادركنا دول، الا ان ادركنا لده ملوش معنى، لكن ادركنا لده له معنى. اذا احنا لما ندرك الاشياء متكامله نقدر نفهم معنى اكثر من الاشياء اللي مش متماسكه. الادراكنا اهو، ادراكنا بيخلق الشكل او الجشطه، وده بيطلع من الخلفيه اللاشعوريه بتاعتنا ومن الخلفيه بتاعت الارضيه كمان. وكل واحد فينا بيشوف اللي هو عايزه. ممكن تبقوا في الاتوبيس وواحد يتحرش بست لابسه عريان شويه كده وتزعقي. اللي في الاتوبيس موقفهم من الحدث ده هيختلف. واحد هيقول ما هي اللي لابسه عريان، مش كده؟ واحد تاني هيقول لا ده قليل الادب، ده مش متربي، مش كده؟ واحد تالت هيقول طب هي واقفه قدامه ليه؟ لما تقف في جنب. واحد تالت هيقول طب ما الراجل اللي قاعد على الكرسي ده ما عندوش دم، كان المفروض يقوم وايه؟ ويعدي. كل واحد هيقول ايه؟ الله، يعني معنى كده ان احنا بندرك الاشياء طبقا لايه؟ لذاتياتنا، مع ان الحدث واحد الا انه كل واحد بيشوفه من زاويه ايه؟ مختلفه. عشان كده في جزء موضوعي في الامور وفي جزء ذاتي فينا. فالعيان ممكن يقول لك حاجه في الجلسه زي اللي كانت بتقوله ورده من شويه. فحد فيكم لسه شاب دكتور كده زي فريد كده، ولسه فرحان بنفسه وكان مؤدب قوي في فتره المراهقه، معجب جدا بايه؟ بان في بنات وستات معجبات بيه. فده وحد مش راضي يتجوز لغايه دلوقتي، عشان كده هو معاه ناس. فهو ايه؟ ده بيعوض اللي ايه؟ اللي فات. لما تتكلم قدام ورده بالشكل ده هيتعاطف مع مين؟ مع ورده ولا مع جوزها؟ مع جوزها؟ لانه ايه؟ يشبه له في نفس الايه؟ التصرفات. حتى ان بعض الستات تيجي عشان تتعالج هي وجوزها وهم على خلاف، وبعدين انت تقول حاجه جت في صالح الزوج وانت راجل، تقول لك ما انت راجل، ما انتوا كلكم رجاله، ما انتوا هتيجوا عليا. ده اللي بيحصل؟
ها؟ حتى لما يبقى في قاعده الصلح ولا بتاع وراجل يجي في صف الراجل يقول لك ايه؟ مش كده؟ ولو جت ست في صف الستات برضو ايه؟ مش كده؟ فده الذاتيه والموضوعيه، الموضوعيه حاجه والذاتيه حاجه ثانيه، وعشان كده احنا بندرك الحاجات زي ما احنا عايزين. ادي صوره جبتها لكم في المحاضره اللي فاتت، ادي ست عجوزه اهي شايفينها، ادي بقها ودقنها اهي ومناخيرها اهي، ها؟ دي الست العجوز. لكن هنا دي دماغ شعر شابه، وادي حاجبها، وادي مناخيرها وايه وبقها ودقنها. فالشاب اللي بيدور على البنت اللي لسه مزه وكده هيشوف مين؟ والنكه دي هيشوف مين؟ العجوزه كده؟ ادي شايفين منظر قدامنا لحيوانين قصاد بعض بالابيض بالخلفيه بتاعت الايه؟ الصوره. لكن الشجره هي الاصل في الصوره. ففي ناس هتدرك الشجره بس، وفي ناس هتدرك الايه؟ الحيوانين بس. فده الايه؟ عشان كده بنقول ان الادراك بيعتمد على عوامل موضوعيه وعوامل ذاتيه، وده بيهمنا كمعالجين نفسيين ان احنا نبقى عارفين ان في جزء ذاتي جوانا، والجزء الذاتي اللي جوانا ده احنا ممكن نسقطه على ايه؟ على المريض، بالذات لو تشابه معانا في بعض الحاجات. وممكن نبقى جينست وممكن نبقى ايه؟ ود. طبعا اهميتها بتختلف، والاختلاف بيبتدي اساسا من الذاتي، لانه بيغير في الخلفيه وبيغير في ادراكنا للامور. عشان كده علم نفس الجشتلت بيورينا ان عقلنا البشري بيرتب ويفسر المرئيات، وبيشوف الكليه اعظم من الاجزاء او المكونات الفرعيه. قوانينه له قوانين اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، واتكلمنا عن اهميته بالنسبه لنا كمعالجين، وانا قلت بعضها دلوقتي. وقلنا موجات علم النفس او موجات العلاج النفسي، فيه موجه اولانيه اللي هي التحليليه دي بتاعت سيجموند فرويد وتلاميذه، وفي موجه بعدها بتاعت بافلوف وسكينر وتلاميذه، وفي موجه ثالثه اللي هي الموجه الانسانيه اللي فيها مازلو، ابراهام مازلو، وفيها مجموعه منهم فريدريك بيرلز وغيره. دول الثلاث تيارات الاساسيه في علم النفس، وهم نفسهم اللي تفرع منهم المدارس العلاجيه المختلفه. الصوره دي كانت في الحسين ايام ما كنا مزنوقين في قاعه ضيقه. التوجهات بتاع المدرسه الانسانيه قلنا انها بتركز على المشاعر والاحساسات والموقف الاجتماعي والروحانيات والانفعالات ونفسيه البني ادم. يعني المدرسه الانسانيه اللي متاخد منها الجيشتالت بتركز قوي على الحاجات دي، يعني بتاخد الانسان ككيان ايه؟ متكامل، ما بتركزش على ايه؟ على جسمه بس اللي هو احساساته، ولا بتركز على مشاعره بس، بتركز على كل حاجه فيه. ها؟ وعشان كده هي بتعتبر رؤيه كليه للشخص. وقلنا انها بتركز قوي على الحفاظ على كرامه الانسان وتاكيد حقوقه، بحيث انه يشبع احتياجاته ويعبر عن انفعالاته ويحقق ويدافع عن نفسه وتحفظ قيمه جسده، وانه يكون مختلف وخاص ومتفرد. دي يعني لما اتكلمنا عن نهى او شفنا نهى، لا عندها احترام لنفسها ولا حد احترم حقوقها، ها، كانسانه، ولا حد اكد فرديتها، ولا حد عمل لها حاجه ايجابيه في اتجاه شخصيتها خالص. يعني مهضومه في كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، وانسانه مقهوره وفاقده الاحساس بالذات من بدري، من ساعه ما كانت طفله لغايه ما بقت متجوزه وعندها اولاد، وبقت تعتبر خدامه للاسره اللي هي فيها. النظريات اللي اتبنى عليها علم نفس الجيشتالت قلناها، وقلنا هل بيتاثر بمكتشفات الفيزياء؟ طبعا. وجبت لكم صفحه من كتاب اينشتاين او من اللي اتكتب عن اينشتاين ودوره في انه احنا تطورنا في علم النفس طبقا لتغيرات الفيزياء، لان كان زمان بيفصلوا بين الزمان وبين المكان.
وبين الأحداث. دلوقتي التلاتة دول الحدث والزمان والمكان، التلاتة متغيرات بتأثر في بعضها. عشان كده الإنسان مش بمعزل عن المحيط بيه. نيجي بقى لمدرسة العلاج النفسي بتاعت الجشتلت اللي عملها مين؟ فريدريك بيرلز. ايه بقى؟ دي نوع من الفلسفة الوجودية وفن للعيش في الحياة. يعني ازاي يبقى عندنا قدرة على ان احنا نعيش ونتكيف. احنا لما بنساعد وردة بنساعدها انها ايه؟ دي مصدومة. فاحنا بنساعدها انها تستغل قدرتها على التحمل في انها تعيش وتحتمل عشان ما تلومش نفسها بعد كده، وفي نفس الوقت ما تعجلش بخسارة ايه؟ زوجها، لانه الراجل جاهز للايه؟ للطلاق، ده مستني ان اهلها يحددوا ميعاد عشان يروحوا للمأذون. فمن موقف ده هو مستني انهم يحددوا ميعاد عشان يروحوا للمأذون يطلق، الا انها تفاجئ وتروح في البيت، فاول ما يشوفها فرح وعرف انها ايه؟ جت، فشالت عنه هم الايه؟ هم مواجهة الطلاق، فارتاح مؤقتا، لكن برضه مستمر. بيقولوا ايه اللي ما يتعيد الا ما الطريقه الان تكون في العالم، احنا عايزين ورده تبقى لها مكان في العالم وتبقى نفسها. عشان كده شجعناها انها تشتغل وتقف على رجليها عشان ما تبقاش مقهوره وما تبقاش خسارتها كبيره قوي لو فرض انها لا قدر الله اتطلقت. طبعا بيعمل او بيشوف الانسان كرؤيه ايه؟ للمدرسه بتاعت الجشتلت، بتشوف الانسان برؤيه ايه؟ متكامله برضه. راعينا مشاعر ورده ولا ما راعناهاش؟ راعينا انها ذكيه وبتعرف تفكر ولا لا؟ راعينا احساساتها، وقلت لها في الاخر انت انسانه مرهفه وجميله وشاطره وبتفهمي و و و ها؟ والروحانيات لما قالت ان انا فكرت في الانتحار بس انا ايه؟ حاسه ان انا مقصره بحق ربنا وما ينفعش اموت احسن هدخل جهنم. فطبعا دعمت ده عندها وقلت لها انا مبسوط منك انك بتعملي حساب لربنا وان عارفه انه اللي بينتحر بيموت كافر، عشان ادعم فيها الروحانيه بتاعتها اللي تخليها تتمسك بالايه؟ بالحياه وما تضرش نفسها. اللي بتركز على ماذا وكيف، اهو ماذا وكيف ده اللي احنا بنعمله. بتركز على هنا والان، احنا عملنا ايه؟ مع مين؟ مع شروق. عملنا هنا والان عشان دي واحده بيسرقها الماضي وبيخطفها الفلاش باك، فعشان كده احنا مش عايزينها ترجع للي ايه؟ لكن النهارده رجعنا مين للطفوله؟ نهى. ليه؟ عشان السيلف ستيم واقع من بدري، السيلف ستيم بتاعها واقع من بدري قوي، فكان لازم ارجع معاها ايه؟ للطفوله. لانه هو طبعا اي شخص بيركز على الطفوله يبقى بيهرب من مسؤوليه الحاضر، لكن هي اصلا بتعاني في الحاضر ومش قادره تغيره، لكن المصيبه حاصله من امتى؟ من بدري. فعشان كده انا برجع بيها للماضي عشان ادعم السيلف ستيم اللي وقع من بدري، واحسسها انها انسانه كويسه قوي، بحيث انها فعلا تقدر تعيش واقعها الحالي بثقه في النفس اكتر. بتؤكد على انها تبرز التلقائيه بتاع الشخص. هل نهى قادره تبرز تلقائيتها؟ هل نهى قادره تقول اللي نفسها فيه؟ مش قادره. طب هل ورده قادره تقول كل اللي نفسها فيه؟ لا، برضه مش قادرة، ماسكة نفسها خوفا من انه هي فرحانة انها اتجوزت الراجل ده وحباه، وفي نفس الوقت حريصة انها تحافظ على الايه؟ البيت، وعلى بنتها تتربى في أسرة. عشان كده هي مش مستسلمة للتلقائية، هي وانا بساعدها انها ما تستسلمش للتلقائية، لان انا لما بتبع مدرسة باخد من المدرسة دي اللي انا عايزه. خدت منها هنا والان لحد، انما هنا ما اخدش التلقائيه الورده، لكن اخد التلقائيه لمين؟ لنهى. نهى اصلها مقهوره قوي وانا عايز التلقائيه بتاعتها تبان شويه عشان اعلي السيلف ستيم بتاعها.
لما ايه وردة عندها سيلف استيم حلو، هلا بتقدر الجسم كمسكن للنفس. مين اللي قالت انه جاني اعراض جسمانية لما حصلت ايه الصدمة العاطفية؟ وردة. ها، فاحنا بنقدر الاعراض الجسمانية اللي حصلت ناتجة عن النفس ومعاناتها النفسية. بنزيل بقى الاخلاق، المدرسة دي بتزيل الاخلاقيات الزائفة. في ناس كده زي الدجال اللي جالها ده راجل بينفع شعارات مفروض ومفروض ومفروض، وبيفرض حاجات على العيانين ومفروض تعمل ومفروض تعمل، هي نفسها كسرت المفروض ده، وانا شجعتها انها تكسر المفروض، لانه احد الفلاسفة كان بيقول اذا كان لابد فلا بد ان تحذف من القاموس كلمة لابد، خاصة لما تبقى ايه خداع ونصب، ها، وكل حاجة يقولك لا مفروض تعمل كذا، كل حاجة يقولك مفروض مفروض مفروض، لغاية ما يخنقك بالمفروض وتلاقي عليه هو، تدور وراه تلاقيه هو ايه بيمثل عليك زي الشيخ ده او الدجال ده، بيعمل لها مفروضات وهو نفسه ما بيعملش هذه المفروضات. بنأكد على دور الضمير، المدرسة دي بتأكد على دور الضمير، وده بيورينا انه المدرسة دي ما هياش بتشتغل على الغرايز زي ما بعض الناس بيدعوا انها بتطلق الغرايز وبتخلي الناس زي الحيوانات. لا، مش حقيقي، دي بتأكد على دور الايه، على دور الضمير اهو، وده احد المبادئ الاساسية بتاعتها، التأكيد على دور الضمير اللي هو السوبر ايه ايجو اللي كنا بنتكلم عنه في شروق، ان السوبر ايجو بتاعها شديد وبيحسسها بالذنب وبدخلها في وساوس. بتؤكد على كل ان كل التغيرات تبدأ بقبول ما تكون، يعني ان يعني مثلا شروق ما عندهاش ثقة في النفس في المذاكرة بتاعتها، انا بخليها تثق في ايه، انا قلت لها في اخر الجلسة ايه، تبت كويسة وجميلة وشاطرة وذكية، قلت لها ده عشان ايه؟ خليها تقبل ما تكونه عشان تقدر تعمل اللي هي عايزة تكونه، لانه دايما البداية من هنا، البداية مش ان ارفض نفسي عشان ابقى حد تاني، لا، البداية بايه؟ اقبل نفسي عشان اعلو بيها واوصل للي انا ايه؟ واللي انا عايزه. ما بتروحش لله شعور بشكل زي عند فرويد عن طريق الديناميات، ولكن بتوصل له من خلال احساسات الجسم وتعبيراته. يعني لما شفنا ورده وهي بتعيط، مش ده تعبير جسم؟ تعبير الجسم ده بيقول ايه؟ حزن كده؟ فاحنا كده تعبير الجسم ورانا الحزن اللي جواها، فاحنا بنتوقع ان الحزن ده وراه ايه، لكن ما بندورش بشكل بحث بقى عن الديناميات و انما احنا بنشوف بس الحزن الموجود ده وراه ايه بشكل مباشر. فوراها بشكل مباشر احساسها بعدم الامان اللي اتهز جامد قوي بعد ما كانت مطمنه، وصدمتها انها ادت قوي وفي نفس الوقت بيتسحب منها كل حاجة. العصاب اللي هو النيروزس بتاع التحليلية، ما هوش ذكريات طفولية زائفة ولا رغبات ممنوعة أو مكبوتة من الأنا الأعلى، يعني معنى كده أنه بيرفض التفسيرات التحليلية، ولكنه سلسلة من الحاجات اللي إيه؟ المحبطة. يعني لو بصينا لوردة كمريضة، عندها حاجات محبطة ولا ما عندهاش؟ عندها احتياج ان جوزها يقول لها انت جميلة، انت احلى واحدة في الدنيا، انا بحبك، مش كده؟ عندها احتياجات اهو، لكن هذه الاحتياجات ايه؟ محبطة ومكسورة، لانه بيبص لواحدة تانية وبيقول لها نفس الكلام اللي هي نفسها تسمعه منه دلوقتي. عشان كده هي ايه؟ العصاب بقى هنا مش جاي من الحاجات دي، خلافا للفرويد للمدرسه الفرويديه، لكن جاي من ايه؟ من الحاجات المتقطعه او المحبطه دي. ها؟
الجشتالت علاقة بين الايه؟ الانسان والبيئة بتاعته. يعني البيئة بتاعتها بقت تحت على زلزال او على بركان ممكن ينفجر في اي لحظة. ده بيكلم اهلها قال لهم ايه؟ حددوا ميعاد نروح المأذون. يا نهار اسود، ده اتزلزلت، ده بقت قاعدة على بركان. فعشان كده البيئة بتاعتها مش مديها الإحساس بالأمان، وهو ده الخطر. المقاومة، الجدار ينبغي هدمه. مين اللي بيقاوم؟ شروق. وبتقاوم بإيه؟ بالفلاش باك وبالإنكار وبالكبت وبالوساوس اللي بتعملها. كل دي مقاومات، وكل دي بتضيع وقتها وبتضيع مجهودها في المذاكرة. عشان كده احنا بنكسر المقاومة دي. العمل على تكامل الأقطاب المتناقضة. وإحنا جوانا أقطاب متناقضة؟ جوانا أقطاب متناقضة. كان في سؤال، هل في راجل 100%؟ طب هل في ست 100%؟ لأن إحنا الراجل عنده جزء هرمونات أنثوي، والست عندها جزء هرمونات ذكوري. فما فيش راجل 100% ولا ست 100%. غريبة ولا دي حقيقة؟ دي حقيقة علمية وثبتت بالتحاليل وبكل حاجة. وفاكرين لما كنا بنتكلم عن يونج كان بيقول الانيما والايه؟ والانيمس، مش كده؟ يعني جوه كل راجل ست، وجوه كل ست ايه؟ راجل. فادي النقيضين اللي موجودين جوانا اهو، اللي هو التناقض داخل الفرد، ودي مأخوذة من الايه؟ الين واليانج اللي ما يمكنش انهم يتفصلوا عن بعض. والين هو الجزء الانثوي، واليانج هو الجزء الايه؟ الذكور. ادي اهو الين، وادي الايه؟ اليانج، مش كده؟ وده رمز ماخوذ من البوذيه اهو، زي ما انتم شايفين. ادي اليانج الانثوي، وادي الين الايه؟ الذكوري. والاثنين شايفين ملتحمين ومتكاملين مع بعض ازاي؟ هم موجودين في البني ادم كده. يعني كل واحده فيكم جواها الجزء الذكوري كده، وجواها الجزء الانثوي كده. وده اللي بيبرز يبان. ولما الست تنضغط قوي ويحصل ديسوسيشن يعني يحصل انشقاق، ويطلع من جواها راجل يقول له خليك مكانك انا هكسر دماغك لجوزها، وبصوت قوي جدا ومرعبه، ولقى ماسكه له السكينه وهتموته فعلا، ده ايه اللي طلع؟ الراجل اللي جواها، الراجل اللي جواها اللي في العالم الباطن هو اللي طلع. اول الشيخ ولا الدجال ما يشوفه يقول ايه؟ ده جن، ده العفريت كده. ده العفريت اللي عاشق لها وعايز يموتها. ده اصلها لا عليها جن عاشق. ده النصب اللي احنا عايشين فيه، والخرافات اللي احنا عايشين فيها للاسف الشديد، ومسيطره علينا ولاغيانا خالص، ولاغيه العلم عندنا. ادي التناقضات اهو. ادي اليانج اللي هو الذكوري، وادي الين اللي هو الايه؟ الانثوي. القوة هنا في مقابل ايه؟ والخشونة هنا في مقابل ايه؟ والجامد في مقابل ايه؟ والاختراق في مقابل ايه؟ الاربعة دول، والاربعة دول موجودين عند كل راجل وكل ست. فساعات انت تبقى ناعم قوي، وتبقى حنين قوي، ها، وبنوتك الصغيرة تنزل وتبقى تلعبها كأنك قطة، وتخليها تركب عليك وتنونو لها، وتبقى ناعم خالص. وساعات تبقى ايه؟ خاشن خالص، ها؟ فإحنا جوانا التناقضات دي، وعلى قد ما بنوفق التناقضات دي جوانا ونتوافق معاها، على قد ما بتبقى الصحة لإيه؟ النفسية. الإنسان عليه إنه يلاقي يجد دوره في الحياة ولا لأ؟ مش كده؟ ده مسعى. واللي بيلاقي دوره في الحياة بيبتدي يحس بنفسه، واللي ما بيلاقيش. طب واللي بيعيشوا زي نوها، هل هي لاقية نفسها؟ دي حاسة إنها اتعملت واتسخطت بشكل هي لا هي راضية عنه، من وهي طفلة ولا من وهي شابة ولا هي متجوزة، مش راضية عنه خالص. عشان كده
هي ما وجدتش طريقها بالحياه في الحياه اللي هي تستحقه، فعشان كده ده الصراع اللي هي عايشاه، انه يتحمل مسؤوليته. انها بتتحمل المسؤوليات ولا لا؟ بتتحمل مسؤوليات فوق طاقتها، ولدرجه انها بقت خدامه للكل. لكن ده زاد احساسها بذاتها ولا وطاه؟ وطاه. عشان كده ساعات اللي بيتحمل مسؤوليات زياده عن اللزوم ويبقى ملطشه للاخرين، اللي بيقولوا عليه عندنا في البلد اللي يعمل ده هو قنطره يستحمل الدوس. انتوا عارفين القنطره ترعه كده، الترعه بتبقى كده وبعدين يروحوا حاطين عليها بتاع ده فلقتين نخل كده، وبعدين يحط عليهم شويه قش ويعدوا من عليهم. دي اسمها ايه؟ قنطره. فاللي بيعمل ظهره قنطره كده بدل الفلقتين النخل دول يبقى يستاهل انه ايه؟ يداس عليه. اذا انت لم تصن لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس اهونا. مش في شاعر قال كده؟ المدرسه دي بتقول ان الانسان يمكنه ان يتعامل مع المشاكل اللي تعترض حياته بفعاليه. انا خليت ورده تعمل ايه؟ تواجه وبفعاليه، والايجو بتاعها هيبقى قوي، وتثق في نفسها وتشتغل وتبقى ست بيت وتحافظ على بيتها وتبقى نموذج، وما تشغلش نفسها بالمنغصات. يعك اللي هو عايزه اعتبريه مراهق لسه شويه وبيعوض احساس بالنقص كان موجود عنده زمان. بس كده المساله سهله مش حكايه، عشان يصل الى الايه؟ الى النور. اعتقد ان انا طولت، لكن ايه، هنتكلم عن دور المعالج في المدرسه دي المره الجايه، وهنتكلم كمان عن نظريه الشخصيه وحاجات تانية كتير. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.